جاراتي مصرين يعرفوا سر هالرسالة وشو إلها علاقة بانتحار، وهالسر مثله مثل غيره مدفون بمحل ما بيتوقعه حدا، طبعا باستثناء جوزي جميل لأنه الوحيد اللي بيعرف فيه. بابا شوفي ليش عم تحفر؟ شجرة بلشت تصفر، حطيت لها سماد مشان ما تموت بهيك وقت؟ بنهار ما عم افضح. شو هاد؟ مراد بابا كأنه في صندوق. بابا هالصندوق مخبينه أنا وأمك. وإذا سألت شو فيه ما رح جاوبك. يلا فوت لجوا. مراد اصحى تجيب سيرة لحدا. اصحى. مسكين مراد، ما كان لازم تعرف حبيبي هالسر مخبى من سنين، بس بيوم من الايام لازم تطلع الاسرار. هالصندوق كان هدية أمي مشان جهاز عرسي، بس للأسف اضطريت استعمله لشي تاني.